الوافد إلى شارع تسوق هذا بمارسيليا من أبناء الجالية الجزائرية يعيش أجواء رمضانية بنكهة جزائرية. ما شاء الله تخي تخي بيان ما شاء الله اونا توس كيفو كوم بلاد كوم ايسي عايشين وراحتينا كلي رانا في الجزائر فهمتي باسكو 80% تاعنا في الحومه سيدي زالجيريا راه هنايا كاين لومبيونس تاع لاجيري تاع لي زالجيريا هنا رمضان تشم ريحه رمضان تشم ريحه الزيتون ريحه الحريره اقبال كبير وحركيه لافته يشهدها هذا السوق من خلال اقتناء منتجات جزائريه على غرار الحلويات التقليديه بجميع اشكالها واصنافها وتوابل يستذكرون بها رائحه الجزائر. لو باتيسي اللي عندنا احنا سي الجيغ اون في تو سوغ بلاس بريبار تو سوغ بلاس بقاونا احنا لي دامي تونا المطلوه على المطلوه كسرى مسمن رمضان 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 جزو رمضان شغل البلاد. الامبيونس هنايا عالمه ما تو بو با ايماجيني هنا سي لو توب لو توب لو توب سورتو مارسي اون ديغي سي لو بلاد مي الحمد لله سورتو رانا مع عباد هنايا تولي زرجيريا ان شاء الله كاع مرحبا بهم هنايا الحمد لله هنايا كيفاش ورانا في البلاد رانا في باب الوقت هكذا الحمد لله صافاس بيان. هي فرصة لبث روح التلاحم وإشاعة جو من الألفة بين أبناء الجالية الوطنية حتى وهم في ديار الغربة.